شاء الله يعني. وطبعا الماتش بحكم ان هو خارج ارضنا اكيد هيبقى اصعب شويه، بس يعني ان شاء الله النتيجه اللي احنا عملناها في القاهره تكون حافز للاعيبه ان هم يحققوا ماتش كويس، زائد ان احنا يعني هيبقى بالنسبه لنا احنا نازلين بنلعب حتى احنا كسبين 2-0 في ارضنا، هدينا اريحيه شويه ان احنا مش هنبقى نازلين مستعجلين الايه الفوز يعني، خصوصا ان لما كنت نازل بتلعب واوريدي انت عندك نتيجه كويسه في ارضك بتخليك بتلعب وانت نازل ايه المدرب يقدر يحط خطته مش مضغوط لانه معاه يعني نتيجه يقدر يبني عليها ايه من الماتش التاني. هو احنا كسبنا 2-0 في الذهاب، فحتى لو تعادلنا يعني ان شاء الله هنصعد، بس يعني هم متهيئ هناك من الماتش يبقى اصعب وكده، فممكن نخلص 1-1 ولا حاجه ونصعد ان شاء الله باذن الله للدور الجاي. توقعات ان الماتش هيكون صعب بس ان شاء الله هنتاهل 1-1. ان شاء الله نفوز ونعدي الدور دوت ونوصل للنهائي، وتوقعاتي ان شاء الله 1-1 تعادل. ان شاء الله باذن الله الماتش هيخلص تعادل وباذن الله هنتاهل للدور قبل النهائي ان شاء الله يعني. ان شاء الله هنفوز ان شاء الله، نتيجه كويسه بس نحافظ عليها هناك، وان شاء الله يبقى زي السنه اللي فاتت كانت نفس النتيجه وتعادلنا هناك 1-1 ان شاء الله، ونكسب ان شاء الله ونعدي الدور. هو ربنا يسهل بالنسبه للاداء بالنسبه للاهلي الماتش اللي فات يعني هو كان غير مقنع يعني، بس ان شاء الله الاهلي عودنا ان هو بيرجع يستعيد توازنه، والفوز والمكسب حليف النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش العوده ان شاء الله. ان شاء الله انا شايف انه ممكن يعني هنفوز طبعا ان شاء الله النادي الاهلي، و يعني ممكن 1-0 او 2-1. الاهلي ما بيفرقش معاه الارض ولا مش ارضه، واللعيبه دلوقتي في الفورمه. الماتش هيخلص تعادل 1-1. ان شاء الله هنكسب باذن الله، ويمكن احتمال كبير يبقى 1-0، يا ريت يبقى كده، يبقى ظريف قوي.